اهلا بيها. لك شلونك؟ شو اخبارك؟ اهلا بتعمتي، شو وين امك؟ ليك تقبرني ليك جايه وحامله ومحمله. فتحت امك تاع شوها هي كبه تقبرني، بس لسه ما قليتها، بس انا جبت لك لقمه الحباله. شو هي لقمه الحباله كمان؟ تقبرني هي لقمه الحباله بيطعموا لها مشان ما تجي بعين الصبي. شو تخترق وما تخترق؟ فتحت امك، افتح افتح. وين؟ احمل حالك وروح على اذان المغرب، بترجع وبتلاقوا السفره جاهزه. وشو سويت لنا؟ ما في شيء. من امتك تقبر عمتك؟ بعت سوارة عرسي لحتى اقوم بواجبكم. يلا يلا بلا منقوديه، لا تاخروا على الغداء. يا عمتي بس نحن لبعد العصر لحتى نجيها. اي معلش يا عمي، كلك مفهومية. قال من اخر غداء لعشاء ما شمت في عدا. بخير ربك يا عمتي، شو زهراويه. يلا بخاطرك. الله معك ميسره تقبرني. حاجه وتوته انت وياه، سبقوني على المطبخ. وين كذيبه؟ جيبي لك كم بصل تفرمه. بصل؟ ايه بصل. بشو بدك تتسلي لك انت تقبري عمتك؟ وين كذيبه؟ نطي جيبي لها على البيت مكي، خليها تتسلى بالحمره. لا مو هيك يا عمتي. لك عم بمزح معك، مجهزه كل شيء ومساويته. يو العين السفاقه، ما بقى الا استنى بنات هالجيل الافجع اللي بياكل ما بيشبع وبيروح على الغرض وما بيرجع وبتنادي له وما بيسمع. والله انا شاطره، شو بدك بساوي؟ بتعرفي تقرصي كبه؟ ايه بعرف. وششبره؟ انا اللي بعرف. ايه معناتها الحقيني على المطبخ، حاكم ولا قرص ضبط معي لهلا، مدري ليش عم يفشوا على القلي. ايه اصبحت الحقيني لحتى علمك. انت قبري عمتك لحقتي. شو ما حلوه تقولي لا ما بتعرفي تقرصي كبه؟ هلا شو بدها تحكي علينا؟ سدي نيعك ولي سدي نيعك. قال كل جيل انتشى الكبير باس ايده لكان، بتعدي جنب منا وبتتعلمي. اما ارحم علمتها كل شيء. هو انا مو انه ما بعرف، لا بعرف حبيبتي بعرف، بس بدي اشوف مين اشطر بالتقريص، تقريص اما ولا تقريص. عليم الله عليم الله. هذاك اليوم ام موفق هيك كبه قرصت لها اياهم على عملت هيك. تعي عدي وعلى نصتك تعلمي. تعي يسلموا خيلك، كثير حلوين، ممنونتك. يا بشوم ما في شيء من واجبك احبابي، هذا الصندوق تنقايتي والغندره اللي بقلبه تنقايت بنتي مريم، وفي معه كم قندينه ريحه. يسلموا ان شاء الله بهديها نهار عرسها. ضلي سالمه يا رب. هي اختي مريم طرازة على الثقيل. وشو بتطرز؟ كل شيء، وبنقش وبفرغ وبسالن وبشك. اسم الله اسم الله. ايه بس هلا صار لي مده ما عم اشتغل، مدري شو صاير لي. متكسلني؟ يمكن متكسلني. ايه والله متكسلني. لك من طول عمرك كسلانه؟ يو يمكن بيلها مشغول ولا قلبها عم بدق لحدا. لا يو ما في هيك حكي منوب، مريم لساتها صغيره مو خرجت الشغلات كلها. ليش القلب ما بدق الا عند الكبار؟ بالعكس، ما الصغار بدق قلبهم اكثر من الكبار. بنتي مريم يا دوب صار عمرها 17. يا مو شو 17، خلصت 18 ودعسه بال20 كمان. ايه قومي 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 عاونيني. لك شو عم تسوي؟ غسل رجلي. لك عمو ما لقيت غسل رجليك الا بالقناية. ليش شو فيها؟ لك عمو هي مي طاهرة نطبخ منها، امك واخواتك بيشربوا منها، انت ما بتشرب منها؟ بلا هي اخر مرة. مو لازم تعملها ولا مرة. خلص توبة. ايوه الله يرضى عليك. وانت كمان. شو بني انا؟ لا بقى تصرخوا بوشي رعبتني. لا ترتيب، انا بحكي هيك عم حاكيك. انه امك ما بتبطلها العاده، لسه بتمسخني بالعمر قدام العالم، ما بصير هيك. لك يا جد بالمره كل ما صغرت كل ما صارت احلى. يو هذا الحكي بعد الجواز، اما قبل الجواز ما بيقعدوا لا بيستعبروك ولا بيقبضوكي. كانه عجبك كلام درتي عن القلب اللي عم يدق. درتي؟ ان شاء الله ريتها ما تبلى. كلها عاجبتني كلها على بعضها، اختي مره بتفهم مره بتفهم. وليه؟ قلبك عم يدق وليه؟ اه يا جميلة اه شو عم يدق؟ قولي عم يرقص رقص. يا ستي اوقات بحسه مثل الهاوي، كل دقة برني وكل رنة بطني. اه يا خيتي اخ حور قوتي شو قويانة. لك مريم شو صاير معك؟ يلا يا مريم خلصينا يا ماما بدنا نمشي. كل ما بتشوفي مبسوطة بتعيط لي، بتقولي روسية مو هيك؟ لك مين سلط علي؟ ايه ما عندها غيرك تتسلى فيه من غير شر. يو شو رايك حط لها بصة بابي على باب السقاق مشان تتسلى فيها وتعتقني لوجه الله؟ يلا قليلي بسرعة قبل ما ترجع تعيطني. لا تخافي ما في مشكلة بنوب، أخذ الموافقة من الباب العالي، مختار المخاتير يقبر قلبي ويشكل قاسي. شو هالحكي؟ وأكتر يا بي وأكتر سأل أمي. بلا إيه والله وأكتر، أنا نفسي انشلمت وما صدقت. أوف 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 لهالدرجة؟ ما تشوفها يا بي، شو هاللبس؟ شو هالمنطق؟ شو هالحكي؟ شو هالمشي؟ إن شاء الله ريتها ما تبلى وما تخ وما تعدم. صوتها ملافظة بتاخذ العقل. مبسمة يا ماما مبسمة، بيطالع الحية من وكرة ما بيطالعها بيطالعها. وبنتك مو واخدة على خاطرها انه طر لها ضرة؟ لا والله بالعكس، حسيتها موافقة عليها ومبسوطة فيها كتير. ايه والله يا بي عدنا اخوات.
اي والله بدك الصدق، انا كنت رايحه وحاطه ايدي على قلبي، بعرف بنتك نونو نونو دول العيون ما بتحب الهوى يشاركها بحسن. يا بي بدي اسالك سؤال، هلا ليش بيقولوا انه الضره مره؟ من دودون. طيب يا بي شو رايك نجيب لها ضره لامي، يعني يصير عندي خاله مرت اب. خلخل عظامك الهي على الحكي. شو بكي امي، عم نهز الورد مشان نشم ريحته تقبري قلبي. اي لا اخذتي وشي كثير فكري. ايوه طيب ليش؟ لانه الاغباني بياكل مصنعيه اكثر من الصايم الدرس. امك اليوم امك ما بتطلع من قصتها هاد من ريحه الستار. شو عامل لك انا؟ اسكت ولا حاجتك مثل قاضي زباله قاعد عم تامر وتتامر على كيفك بدل ما تقول لك كش ومكسر اجره. هديك المره نعرت نعر ضربتيني شلون ما اكسر لرجله. والله فكرة أبتها. بعدين هذا المثل عم قلك يا مشان الجاجة مشان اختك. أسع هاد وحدة سخنة. والله يا حي الله أبو حمدي، يعني ما الله زارتنا البركة، نورت بيتك الصغير عمي. تقبر قلبي افتح افتح سخنة مثل حطيها لك حطيها. اشتهيت لك يا والله غير تفتح تمك إن شاء الله ما بيبلى مثل الفست. لك الله يخليكم لبعض. لكن أخوكي مثل أمي، أما جوزك لا. يو اسمعوا هلا السمعة، هذا أخي عرق ظهري. يو مسنا الظهر يا ديك للصدر. هذا أخي عرق عيني. كمل تقبرني كمل. لا حريش شو دماغك. لكن وقت أنا لك لأمين بتقولي لي شبه مكاسيرة. عن قريب رح يصيروا مكاسير، ومو بس هدول وهات كمان. لعودة وانتي حاج تضحكي، ليش ما قلبتيهم؟ يسلموا خالي. الله يسلمك خالي. كبرونا هالصبايا ابو حمدي. شلونك عمي رشيد؟ والله الحمد لله مستورة. شلونه هالنمر معك؟ نمر بدي جوزه ان شاء الله. ايه لك لازم يتجوز. ملحوقة صغير ملحوقة. لا لازم تتجوز. شوف شواربك ملا وشك ما شاء الله. يا عمي ما سألتك شو صار معكم؟ إن شاء الله مشي الحال. والله يا فتحي لهلا ما صار شيء، بس إن شاء الله تصير خير. إن شاء الله إن شاء الله. تسلم هالدنيا. الله يسلمك. لك قول عمتي كول شبا. عمتي مشان الله والله ما بقدر اقتنع. هلا بدك تكسر لي خاطري مثل ما كسر خاطري ابوك لك صحنه ما قارشه، ولي على عيوني عليه، عندي دائما بسلوه اللقمه سلوته وبيحمل حاله وبيروح. قول عمي قول ما بتاكل غير الصحه. ايه عمتي شو انت ناويه بنت عمتي تيسر على طرابلس؟ اخ يا عمتي لا تذكرني، هاني شي 15 يوم لاخرين بس لتخلص للخياطه السهيانه الجهاز، بيجوا بيكتبوا الكتاب وبنعمل لها عرس مطنطنهم، بعدين بياخذوني معهم لهنيك مشان نعمل لها عرس ثاني. لوين بده ياخذوكي؟ يو على طرابلس لبيت العريس. من شان شو؟ شو مشان شو؟ بنتي ورايحة تتجوز على بلاد الغربة بتركها تروح لحالها؟ شو ملاقيتها بالطريق أنا ولا هي ما عندها أم ولا أهل؟ يو اللي ما عنده أم بيستعير أم 44. لكني مطرحك الله يرضى عليكي، لكن في وحدة بتسند خاصمت بنتها بليلة عرسها. لك شو عم تخبس أنت ببوس إيدك؟ شو عم تخبس؟ كسرتني بدني. لك في بنت بتتجوز من غير أمها ما تكون معها وتزور السبعة أيام؟ قلتي لي سبعة أيام لكان سبعي تمي سبعته. طولوا بالكم يا جماعة، هلأ من هون لوقتها بيفرجها الله. والله واللي اسمه الله، بنتي ما بتخطي خطوة برات هالبيت إلا وأجري على أجرة، ذاتا أنا وافقت على جوازة مشان هالشي. إيوه إن شاء الله بكرة بدك تعملي لي إياها مسمار جحي على سري مري على طرابلس. يا أولاد وين أمكن؟ جاية من طرابلس. يا أولاد وين أمكن؟ رايحة على طرابلس. إيه لأ وستين لأ. أنت شو اللي جعزك بعدي؟ شو اللي جعزك؟ إذا بتشتقلي ببقى باخدك معي. اسمعي الله يرضى عليكي، لا تخليني أحلف يمين طلاق بالثلاثة ما خليك تعتبي برات البيت وبفكس جوازي من أولها. روق صغري، صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. معلش تقبر عمتك، هو جوز عمتك هيك زهراوي ودمه خفيف بحب المزح، لعب وشرطيت هدول عم يمزح. لا ستي لا لعب ولا شرطيت وما عم بمزح. يعني الطلاق ما بتحلف بالطلاق، شو هالحكي؟ حريشك عود عود، مو لتتجوز بالاول؟ قال الباس ماله الدكه ب 14، ذكرتني امسيات ابن بنتها لام محدين. شو عمل؟ منو هي ام محدين؟ جارتنا وما بتعرفها، فات علي وضل يبحبش بغراض امه وشفت هالمكحله ورسم خطين شوارب وطلع انجعص بارض ديار وقال لامه ساوي لي فنجان قهوه وتعي اخطبي لي، وهو عمره 6 سنين ما صار. وما مصحت له رقبه ام محدين؟ لا هديك ام توفيق مصحت رقبه ابنها لما انحرق حاله ببور الكاس. دست شكه دست مرت عمي جميلة لا تزغلي شكه ان شاء الله بنشك بنظري اذا زغلت. ايه سلام قولا من رب الرحيم. تضربي انت والبرسيس ما تلعب؟ لانها مغلوبه ما عدت تلعب. والله اول امبارحه مين غلب الثاني الدقين مرس؟ ايه ومتى انا كنت مشلوشه شوي. مشو كنتي مشلوشه تقبري قلبي؟ يلا قومي قومي نادينا ويدات خليها تنزل تلعب مع البرسيس. ما بتعرف تلعب؟ بلا بتعرف. طيب ليلى انزلي اشربي قهوه اسطنبوليه من تحديات مطعم يا وداد.
نعم جميلة. انزلي اشربي قهوة اسطنبولية من تحت دياتي. هي قهوة مرت عمك لا دقتي ولا حدوقي مثلها. يسلموا ما لي نفس. ايش وعلى كيفك؟ قامي جيبها. والله حالتهم تصعب على الكافر يا حرام. يشهد الله يعجمله إذا بتشوفي أخي داغير كبران له بهالقصة شي 10 سنين. الله يشفيكي ويعافيكي يا سامية يا بنت رقية يا حق ويردك لبيتك مجبورة الخاطر. آمين يا رب العالمين. بس طالت غيبتهم ما؟ والله المكتوب اللي وصل من عمتي نزلي قال إنه الشغلة بدها وقت. ودخلك بدي أسألك ابن عمي، ما عاد سمعتوا شي عن خطيبة ولي على قلبي إن شاء الله؟ منين بدنا نسمع؟ سمعهم رصاص يفك حناكم شو زعران وقليلين أدب. منيح اللي صارت هالقصة وكشفناهم على حقيقتهم قبل ما نكتب كتابه عليها للمخلوقة. يو ليش ابن عمي؟ أنا ما قلت لك إنه أخوه أجل عنا على الخان وانبحت مثل الأباوي والطاول ولا الأدب؟ لك يقطع عمره إن شاء الله وسكت له. لك وشو هي سكت له؟ عليم الله لو أبي ما صرخ علي لكنت شخدته الشخت وبعدته لعند أهله محمد. بس علمت عليه. يطلع على قبري زينك شباب حارة الأناي. حمش عدس. هاي 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 هاي.